معانا رحمه خالد احمد، الف مبروك رحمه، ومعاك معالي وزير التربيه الدكتور علي المضاف. تستاهلون هذه الفرحه، تستاهلون هذه الفرحه. اهلا اهلا رحمه، الف مبروك يا بنتي، الف مبروك. اهلا وسهلا على هذا الانجاز. الله يبارك في حضرتك. تستاهلين والله، يوفقك ان شاء الله. شكرا والله. ومبروك لاهل الجميع. الله العظيم، انا اهدي النجاح ده لامي وبابا الله يرحمه. وكل يعني ماما ساعدتني بشكل كبير جدا بتوفير البيئه والتشجيع والدعم الكبير ده، يعني انا من غيرها ما كنتش اعرف اعمل اي حاجه. هذه فرحه الفوز يا رحمه. يعني شكرا، الحمد لله ان انا جبت الحاجه دي. الحمد لله الحمد لله. فرح ماما وفرح بابا الله يرحمه. أيوة. الحمد لله. الحمد لله. عشان بابا يفرح الله يرحمه. عشان بابا الله يرحمه يفرح. أكيد أكيد لله. أكيد إنجاز كبير لك إن شاء الله، يعني شرفتي أهلك كلهم بهذا الشيء. ألف مبروك يا بنتي. مبروك يا رحمة، ألف مبروك. وطبعا عسى الله يرحم الوالد ويبارك بمن موجود. وهذه النتائج هي فخر لكم وفخر لنا في دولة الكويت، يعني نتائج تهدى لهم، فبارك الله فيك وألف ألف مبروك.